بعد فتح السعودية باب تجنيد للنساء، تعرف على الشروط وإجراءات القبول. مفاجأة جديدة أعلنتها السلطة السعودية، حيث قالت وزارة الدفاع إنه تم فتح بوابة القبول وتجنيد التقديم على الوظائف العسكرية النسائية من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب. ومن خلال منشور عبر موقعها الرسمي، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها فتحت باب القبول وتجنيد التقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي أول، عريف، وكيل، رقيب، رقيب بدءا من الأحد. وأوضحت أنه على الراغبات بتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد. وعن شروط قبول النساء ضمن صفوف القوات المسلحة السعودية، فقد اشترطت النقاط التالية: أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته الدولة خارج السعودية، أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتبارها إليها، وأن تكون لائقة طبيا، ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية، ألا يقل سنها عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، أن يتناسب طول القامة مع وزنها ويكون الحد الأدنى للطول 155 سنتيمتر، ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، وألا تكون متزوجة من غير سعودية. وأوضحت وزارة الدفاع أن فروع القوات المسلحة تشمل القوات البرية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، القوات الجوية الملكية السعودية، القوات البحرية الملكية السعودية، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة. ويذكر أنه خلال الآونة الأخيرة شاركت المرأة السعودية في عدد من القطاعات العسكرية كأجهزة الأمن العام، بما في ذلك مكافحة المخدرات، أقسام السجون، أقسام البحث الجنائي، الجمارك، والحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية للعمل في خدمة النساء.